نعود مشاهدينا الآن إلى موضوع الجامعة وعلى مدى المؤسسة الناشئة وشهادة أيضا المؤسسة الناشئة هي علامة فيصل بين الشباب المبتكر وحزمة التسهيلات والتحفيزات وأيضا الطموحات المنتظرة بخصوص المساهمة الفعلية للمؤسسات الناشئة في تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة، توفير مناصب الشغل، تحقيق التنمية المستدامة. جديد المعايير المتعلقة بالحصول على علامة المؤسسة الناشئة، بالتفصيل مع ضيفي عضو اللجنة الوطنية لمنح علامة المؤسسة الناشئة السيد كريم بروري. سيد بروري، مساء الخير، اهلا. مساء النور، شكرا لاستضافتك من جديد. شكرا جزيلا لك على تلبيه الدعوه. كنا في ملفنا السابق تحدثنا عن الجامعه واهميه ربطها بمحيطها الاقتصادي، اليوم التوجه نحو تشجيع الشباب خاصه الطلبه حاملي الافكار والابتكارات لانشاء المؤسسات الناشئه في صلب هذه الاستراتيجيه الوطنيه، كيف يتم التنسيق خاصه منح علامات المؤسسه الناشئه اول موسم لمنح شهادة أيضا المؤسسة الناشئة على مستوى الجامعة؟ يعني شكرا، الموضوع جد هام في هذا الشهر، شهر مارس اللي هو على بداية أشهر لتخرج الطلبة من الجامعات والمدارس الكبرى بمذكراتهم الأخيرة. اليوم يعني الهدف يعني اللي عندي اليوم اللي راني حاضر معكم أنه كان تقارب كبير اللي وقع بين الوزارتين، يعني وزارة الاقتصاد المعرفة وشركات الناشئة والشركات المصغرة ووزارة البحث العلمي والتعليم العالي. في وزارة البحث العلمي والتعليم العالي كان الوزير دار قرار جديد اسمه 1275، يعني هو معروف بهذا الرقمين 1275. الهدف من هذا القرار ان نشوفوا الطلبة تاعنا، هاد الطالبات والطالبين يخرجوا بمذكرة، وهذه المذكرة نتمنوا انها تتحول الى شركة ناشئة. الهدف اليوم ان نرى مذكرة تساوي شركة ناشئة، او بالطبع جانب علمي هي مذكرة تساوي براءة اختراع. في نطاق المذكرة شركة ناشئة، الهدف الاولي لهذه الطلبة انهم يتحصلوا على علامة مشروع مبتكر، اللي هو البوابة الاولية للدخول في عالم الشركات الناشئة والتقرب الى هذا الايكو سيستم، يعني النظام البيئي راح يخليهم لربما يقولوا هاد الرواد الاعمال اللي راح يخلقوا الثروه ولا ربما ايضا مناصب شغل. اليوم كي نتكلموا على الجامعه، بالطبع الجامعه يعني هي حاضنه بحد ذات معنى الجامعه لتحضن هاد الطاقات الكامنه، هاد الذكاء اللي يقدر يتحول الى شركات بصفه عامه والى شركات ناشئه بصفه خاصه. واليوم الهدف انه في المذكره تاعهم لما يختاروا يروحوا في هذا النطاق، هاد المديونه الجديده هي 1275، انه اذا قرروا ان يتخرجون من الجامعات بهذا المذكره راح يطلبوا اللابل، لابل شركه سوري لابل مشروع مبتكر. لابل مشروع مبتكر يعني هي جد سهل التحصل عليه، يعني بصفه عامه اعضاء اللجنه عندهم يعني ثقه في هاد الشباب اللي يجون لينا بهذا المشروع المبتكر، ونسهلوا يعني اللجنه تسهل بزاف. رقم تقديري لحد الان حوالي 9000 طالب على مستوى الجامعات سجلوا من اجل نعم الحصول على هذه الشهادة. الرقم هذا كان اولي اظن وهو قابل طبعا للارتفاع، هي احصائيات اوليه، يعني ما حش نتسارع في الارقام للرغم اننا نقدروا نعرضوا يعني اعضاء اللجنه، يعني عضو في اللجنه ايضا لوزاره الوصيه لهذا 1275، والرئيس اللجنه هو السيد احمد مير، البروفيسور احمد مير. اظن لربما عرض احمد مير هنا باش يعطي الارقام، ولكن صح عندها بضعه اشهر كي بدات الميكانه تمشي كان بتقريب 9000 طالب قدم يعني ترشح لهذا 1275 بفكره، للرغم ان كانت الهيكله خدمت على تصفيه هذه الافكار، لان الهدف انه يكون مذكر التخرج، يعني عندها شقها الاكاديمي وشقها طبعا في رياده الاعمال. يعني هذه جد مهم، هاد الصفه انها عندها هاد الشقين، وهي تخرج يعني هي اخره
اخر العام راح يمدوا هذا الطالب ولا هذه الطالبه باش يوري باللي تحصل على هذاك العلم وهو عنده قدره لي وتمكن على هذا العلم. في 9000 اظن اليوم كان 45 كان 54 حاضنه جامعيه، وهاد 9000 الفكره راهم مبعثرات على هاد 45 54 لا ربما كان بتقريب 300 بين 100 و 300 المشروع في كل حاضنه جامعيه. الهدف انه هما يبداو يعملوا عليها، دونك تحصل على تدريبات، التدريبات كانت كاينه تدريبات للمدربين ايضا اظن شفناها في التلفزه الجزائريه وشفنا ريبورتاجات نداروا على هذا السؤال. ولكن الاهم اليوم اللي انا احنا كلجنه في علامه شركه ناشئه ومشروع مبتكر وحاضنه ان هاد الشباب اليوم يفهموا المعايير، لان الهدف تاعنا انه هاد الميكنه تخرج مع مشاريع مبتكره حقيقيه اللي تقدر تولي غدا شركات حقيقيه اللي تساهم في الاقتصاد الوطني. المعايير يعني اليوم بالطبع اذا تكون متخرج من جامعه او مدرسه عليا نورمالمون عندك يعني ان افونتاج يعني تنافس مع الاخرين، لانك ديجا جاي من كادر اكاديمي منظم، عندك اساتذه خدموا معاك رشدوك باش تكون يعني عامل دقيق و كيف نقولوا بجوده عاليه. ولكن الهدف تاعنا احنا في الاعوام يعني العامين اللي فاتوا كانت عندنا الحظ نتلقاو يعني طلب علامه مشروع مبتكر من الطلبه الجامعيين، كانوا يديروا غلطه اذا نقدر نسميها غلطه، انه كانوا يبعثوا لنا المذكره، يعني المذكره اللي تخرجوا بها يبعثوها لنا، والمذكره هي حاجه مليحه صح، ولكن المذكره علميه. نعم. الجانب الاقتصادي يعني خالي من الجانب الاقتصادي، يعني كنت تكلموا اليوم على الجانب الاقتصادي كان الفاظ اللي ولات الفاظ التقنيات اللي ولات التقنيات العاديه والالفاظ العاديه، نسمعوا كلمه بيزنس موديل، نموذج الاعمال، ديزاين ثينكينغ، هاد الامور ولات عاديه في هذا العالم. الهدف انه لازم يحول هذه المذكره الى مذكره اللي فيها جانب اقتصادي وبخصوص البيزنس موديل، هذا نموذج الاعمال نقدروا احنا اللجنه نفهموه. ثاني امر مذكره تخرج تقدر فيها تقدر يكون فيها نوع من الابتكار العلمي المتكامل، يعني الابتكار العلمي هو يقدر يكون كونتينيوس يعني يتماشى مع التقنيات العلميه، يعني هذا الابتكار متماشى يعني بالانجليش نقولوا كونتينيوس انوفيشن يعني عاديه. ولكن في بعض الاوقات نقدر نشوفوا يعني ابتكار يكون خارق العاده جديد ونسموه ديستربتيف. هاد الطلبه لازم يورونا واش يظنوا هما اليوم انه هذا الابتكار هو ابتكار قوي، لان اليوم احنا اللجنه نشوف وهنا ربما نتحدث عن شهاده الابتكار ايضا المؤسسه المبتكره، يعني هي ايضا ضمن هذه كي تقولي الشهاده الجامعيه العلامه كشركه مبتكره. نعم. هي الهدف انه تتخصص الجانبين، الجانب الاول هو الجانب التقني يعني وشنو هي هذا الابتكار، وعامة هما خارجين من الجامعات عندهم جانب تقني، ولكن كي نتكلم بهذه الكلمة التقني لربما الناس يفهموا بلي يعني نتحدث على المجالات التقنية، ولكن التقني في التسيير تقني، التسيير عنده جانب تقني، الإعلام عنده جانب تقني، احنا نتكلموا على التقنيات في مختلف الميادين. وثاني امر بالطبع هو هذاك الجانب الاقتصادي اللي لازم يورونا باللي بهذه التقنيه بهذا الابتكار بهذا المشروع كاين يعني نموذج عمل راح يخليها تكون عندها كوان في الاقتصاد. وهنا اطرح عليك سؤال سيد. نعم. بروري، كيف يتم متابعه هذه الاعمال للطلبه وهم ما زالوا في مرحله ما قبل التخرج خاصه من الناحيه الاقتصاديه؟ نتحدث بالضروره هنا عن الحاضنات والذي بدورها ايضا محتاجه الى لابل علامه الحاضنه داخل الجامعه. شكرا للسؤال. لكل حال هذا رانا نتكلموا على الان على جانبين، كان هذه المشاريع المبتكره ولربما تولي مشاريع تاع شركات ناشئه اللي راهي في محرم الجامعه هي اليوم عندها حاضنات الجامعيه اللي راح تعمل على متابعه هذه المشاريع واعطائهم. اليوم كاين يعني مشروع يعني ماشي مشروع، الجانب تاع الحاضنه تقدر تعطيهم الامكانيات لنمذجه الافكار تاعهم،
كان يعني ميزانيه من وزاره الوصيه تاع الجامعات اللي خلاتها اليوم يقدروا يستعملوها باش يخدموا هاد النماذج، حاجه جد جديده في الايكو سيستم تاعنا. ولكن كاين الحاضنات اللي خارج بالطبع الجامعات اللي قدروا ثاني يحتضنوا هذه المشاريع لربما عند تخرجهم من الجامعه للعمل معهم. الحاضنات هم كذلك يطلبوا علامه حاضنه اعمال انكوباتور دو ستارت اب. اليوم كاين هذا الجانب انه الحاضنات الجامعيه هي عندها كل الميزانيه اللي تخرج من وزاره الوصيه، وكاين الحاضنات الاخرى اللي تقدر تطلب ميزانيه اللي هي جايه وزاره الشركات الناشئه بالجيريا فانتر يعملون على ميكنه تمويل الحاضنات. ولكن باش تقدر تكون ممول لازم تكون حاضنه معتمده، اذا لازم تكون عندك لابل تاع حاضنه. لابل تاع حاضنه اساسا، وانا كمالك حاضنه نقولها وندافع على حقوق الحاضنات، اولا لازم الحاضنه تولي باللي عندها قدره في عندها برنامج، والبرنامج لازم يكون متكامل عنده معنى، يعني راح يفيد بهاد هاد الشاب ولا الشابه اللي تدخل في الحاضنه. دونك لازم يورينا بلي عنده اولا برنامج، فريمون البرنامج هو اساس المعيار الاولي اللي نشوفه. ثانيا نشوفوا الاشخاص اللي يخدموا في الحاضنه وشنو هما البروفايل تاعهم، واش يقدروا يمدوا هاد الشباب اللي يكونوا عندهم. وثالث امر نشوفوا اذا هاد الحاضنه بدأت دير اعمال مع بعض من المشاريع المبتكره او من الشركات الناشئه، او لا ربما دارت مسابقات وعندها هاد الخبره، بدأت تطور هاد الخبره. رابع امر هو المكان بالطبع، يعني حاضنه تكون عندها مكان، ولكن احنا اللجنه ما راناش نطلبوا باللي حاضنه لازم يكون اجمل مكان في العالم، يعني مكان، ولكن هي الاشخاص اللي حول المكان اللي هم الاهم. جيد سيد بلوري، اكيد ستكون لنا فرص اخرى من اجل الاستفاضه في نقاط اخرى. اشكرك جزيلا، ارتفي معكم بهذا القدر من الايضاحات. انتم عضو اللجنه الوطنيه في منح علامه شركه ناشئه لابل، شكرا مجددا لكم على الحضور. شكرا.